الحد من الكوارث وكيفية تفعيل السيادة العصر المدينة للحد من الكوارث، ثم الأولويات العمل بمخطط قطار سنداي للحد من الكوارث، وهي الخطوات العملية الموصي بها للتنفيذ، ثم طرح 186 سؤال باختيارات وبيوزع على حضراتكم على كتيب الكتروني مع تاب محطوط فيه كل عناصر المحاضرة، وحضرتك مطلوب ان انت تجاوب مع مجموعة العمل المختصة مع حضرتك داخل المدينة، وخلال اسبوع بتوفيني بالرد المدينة قادرة الدخول ضمن هذه الحملة ام لا. الحد من مخاطر الكوارث والاستعداد لها من خلال ما يلي: انشاء او تعزيز القدرات المؤسسيه والقصص.